ده طاهر بدا يخش في عمق الملعب، طبعا محدش عامل حسابه، بدا يشتغل هنا. بص توجهه هنا انه يخش في المساحه دي في ظهر لاعب وسط الملعب بدر بانون اوت اوف جيم. هنا اليو ديانج مكمل وهدفه انه يخش في المساحه دي. هنا ياسر ابراهيم ساب مساحته المفروض اللي هو ايمن اشرف واقف فيها دلوقتي، وبدا يروح يضغط على الراجل ده. في ليله تتويج الخطيب بحب لعيبته وبالذهب، الاهلي سوبر للمره السابعه في تاريخه. وبفضل الله كل اللي قلناه في تحليل ايجابيات وسلبيات نهضة بركان استغلوا الاهلي النهارده وقدر بيه يحقق اللقب للمره السابعه في تاريخه ويفرح جماهير الاهلي ويخلي قطر لونها احمر. تابعوني انا صاحب الكوره وتحليل مباراه الاهلي ونهضة بركان. اللي تابع الحلقه بتاعه تحليل ايجابيات وسلبيات فريق نهضه بركان هيلاحظ ان بيتسو موسيماني لعب النهارده على الثغره اللي اتكلمنا عنها، اللي هي ان فريق نهضه بركان بيرحل في منطقه الكوره عشان يقفل ويضيق المساحات، لكنه ما بيعملش ضغط كويس، غير ان لعيبه الاهلي عندها من التقل ان هم يقدروا يخرجوا تحت الضغط بشكل كويس جدا، فدايما كان محمد هاني هو منفذ خروج الهجمه للاهلي على الطرف اليمين، دايما بيعمل استريتش للملعب يفتح الملعب في الناحيه اليمين عشان يقدر يخلق لنفسه مساحه يقدر الاهلي يتحول عليه في مساحة واحد ضد واحد، ودايما حسين الشحات بيقرب له عشان يبدأ ياخد معاه ويسند في الناحية اليمين. الكادر هنا اوسع فبتبان اكتر الفكرة عاملة ازاي. هنا فريق نهضة بركان تلاحظ الاربعة اربعة واحد وفي محسن ياجور قدام عند الدفاع بيضغط على قلبين الدفاع، لكن النهاية الفكرة ان في تسعة لعيبة من فريق نهضة بركان كلهم مرحلين في النص ده من الملعب. ادي اهو دايرة السنتر، اقرب واحد هنا جنب دايرة السنتر تقريبا بحوالي 10 ياردة، لكن في النهاية محمد هاني هنا هو اللي عامل استريتش وهو منفذ خروج الهجمه للاهلي، هو دايما اللي بيستلم الكوره في المساحه العكسيه عشان يبدا ينطلق في مساحه لانه سريع وفي مواقف واحد ضد واحد عنده قدرات كويسه، ودايما حسين الشحات او محمد شريف بيقطعوا عشان يعملوا مسانده معاه عشان ما يبقاش الاهلي في موقف فردي. نقطه تانية كنا اتكلمنا عنها ازاي فريق نهضه بركان بيبدا يضغط عالي، بتتخلق دايما مساحات في ظهر خط وسط نهضه بركان يقدر الاهلي يستغلها وسيد من يعملها ونجات الاهلي وقفشه. تعالوا نشوف مع بعض هنا الفكره. محمد هاني عامل استريتش للملعب، هنا الناحيه التانية ايمن اشرف عشان يوسعوا مساحات الملعب فيخلقوا حلول في البناء. انا هنا اقدر بمنتهى السهوله اخرج على محمد هاني، والناحيه التانية اقدر اخرج على ايمن اشرف لان هم فاتحين الملعب وعندهم قدرات كويسه على الاستلام تحت ضغط. دي حاجه. هنا محسن ياجور بيضغط على قلبين الدفاع، ثلاثي تحت المهاجم، الثلاثه مقربين شويه لعمق الملعب منه يقفلوا على اليو ديانج وعمرو السوليه، ومنه يحاولوا يقربوا من محمد هاني وايمن اشرف عشان يصعبوا شويه من مهمه استلام الكره وتدرج اللعب. لكن ركز في الراجل ده، مين ده؟ ده طاهر محمد طاهر. داخل فين؟ داخل في عمق الملعب بيتسحب شويه كده عشان يستلم الكوره في ظهر خط وسط فريق نهضة بركان. مجرد ما اللعبه دي بتتعمل تقدر تضرب خمس ست لعيبه وتقدر تتحول بشكل مباشر مع الدفاع. كمل الحاله ونشوف تفكير موسيماني ازاي. بدا الاهلي يجمع اللعب في الناحيه الشمال بتاعته اللي هي ناحيه ايمن اشرف، ايمن اشرف اهو وبيقرب منه ياسر ابراهيم، وطبعا اليو ديانج وعمرو السوليه بتبتدي فرقه الاهلي بقى ترحل هناك عشان تسحب الفرقه شويه. مين هنا بيبدا يضم اكتر في عمق الملعب؟ طاهر محمد طاهر. طاهر محمد طاهر مش بيضم عشوائي، هو بيضم هنا عشان يا اما هنا يستلم في البوكيت يا اما حاجه تانية انه يبقى جاي بوشه فيستلم الكوره في ظهر الدفاع الهاي لاين ديفنس، اللي برده تابع الحلقه بتاعه تحليل ايجابيات وسلبيات نهضه بركان هيلاقي ان احنا اتكلمنا عن النقطه دي، وبرده هسيب لكم اللينك بتاع الحلقه في الديسكريبشن تحت. نتيجه ده ايه؟ بدا الاهلي يلعب اللونج بول، ده طاهر محمد طاهر اللي كان هنا في عمق الملعب بدا يجي بوشه، هو اللي استلم الكوره دي بالمناسبه، لكن الكنترول كان وحش. بس الفكره في النهايه ايه؟ الشغل التكتيكي بتاع بيتسو موسيماني عامل ازاي؟ تصرفه بقى والكنترول ده تصرف فردي للاعب، تصرف موسيماني مش هيقدر ينزل يقول له استلم الكوره كذا، لكن في النهايه الشغل التكتيكي للمدرب عمله على اكمل وجه، ازاي انا بستغل عيوب نهضه بركان؟ ازاي انا اكون مباشر برضو اكتر؟ لان الماتشات اللي زي دي هي ماتشات التفاصيل، تفصيله صغيره جول ممكن يخلص الجيم، وفعلا الاهلي سجل جول، فريق نهضه بركان جاله يقين من جواه ده بان في اللعب، انا مش عارف اجاري الاهلي خلاص، فهو ده اللي بقى بيشتغل عليه بيتسو موسيماني. هنا طاهر محمد طاهر جاي من تحت فجاي بسرعته، فمهما كان الدفاع منظم لما اللعيب يجي بسرعته هو اسرع، هو اكيد اسرع ان هو جاي من موضع حركه، انما الدفاع هنا واقفين او جايين من وضع سكون، فبالتالي طاهر محمد طاهر هيكون اسرع، وفعلا بسبب سرعته قدر يستلم الكره لكن الكره طولت منه شويه فباظت الفكره، لكن في النهايه الجمله والشغل اللي بيعمله موسيماني واضح. هقرفكم بقى كل شويه بالقصه دي، برده اللي تابع حلقه تحليل ايجابيات وسلبيات نهضة بركان هيلاحظ حتى واحنا بنتكلم في الجول بتاع القطن الكاميروني في الكاميرون هيلاحظ نفس العيب والثغره دي.
ايه هي؟ ان النمساوي بطيء شوية في الارتداد الدفاعي، ده عمر النمساوي باك يمين فريق نهضة بركان، وده يسوفو دايو قلب الدفاع اليمين. بص المسافة بينهم قد ايه، وده وسط الملعب. وسط الملعب عنده مشكلة كبيرة جدا في الارتداد الدفاعي، ما بيعملوش ضغط كويس. اولا المساحات في ظهرهم كبيرة جدا بتضرب باستمرار، لما بيحاولوا يرجعوا ما بيعملوش ضغط كويس وما بيقربوش من خط الدفاع، فتحس بعشوائية شوية في تنظيم فريق وسط ملعب نهضة بركان. فهنا أفشة وأيمن أشرف بدأوا يسحبوا الضغط ناحيتهم شوية عشان خلق فجوة كبيرة هنا في الهاف سبيس بين يسوفو دايو والنمساوي، يخش حسين الشحات يستلم في عمق الملعب. هنا استلم حسين الشحات هنا، بص وسط ملعب فين؟ مفيش حد قافل هنا في الزون 14 ولا عمق الملعب، لا ده كلهم راحوا هناك. طب انتوا رايحين هناك تعملوا ايه؟ انتوا بقى هنا بدأوا نظموا المهام، لكن زي ما قلت لكم المره اللي فاتت وحتى في حلقه القطن الكاميروني بيتحركوا بشكل طولي. يا جماعه في عشوائيه كبيره في تحركات فريق نهضة بركان، عشان كده جه من تحت اليو ديانج، حسين الشحات حطها له في عمق الملعب من على الزون 14 اليو ديانج تسديده. ده لو قفشه ولا السوليه كانت ممكن شكلها يتغير تماما، لكن بصوا الفكره في ماشيه ازاي. بستغل عيوب نهضة بركان كلها، المساحات العكسيه، المساحات في الهاف سبيس، غياب تنظيم وضغط وتوزيع مهام وسط الملعب، الاثنين بيضغطوا في نفس المساحه، الاثنين بيتحركوا بشكل طولي، ما بيتحركوش بشكل عرضي، ما بيقفلوش عمق الملعب بشكل كويس. فهوب استغل الكور دي وافضل اشتغل عليها عشان تيجي لك الفرصه اللي تقدر تخلص بيها البطوله. هنا برضو بنوضح ازاي الاهلي بيقدر يخرج من الضغط بتاع نهضة بركان، وازاي بيتحول بقى هجوميا برضو بسبب غياب الضغط وسوء تمركز فريق نهضة بركان وكل الثغرات بتاعتهم. ده قفشة الاول، هنلاحظ 2-4-4 لعيبة من نهضة بركان اتضربوا مجرد الكرة اتلعبت على الجنب هنا القفشة اللي بدأ يهرب لجوه. ثنائي وسط الملعب، بص بقى ثنائي وسط الملعب بيتحرك ازاي. ده واحد رايح يضغط على قفشة، الطبيعي ان الراجل ده يبقى هنا. ليه؟ عشان يعمل عمق دفاعي. ليه برضو؟ ان لما الراجل ده يروح يضغط قفشة يعدي منه يلاقي واحد تاني جاي مكمل فيه، ياخد الكرة بقى، ياخد اللاعب، ياخد اي حاجة، ومن في الاخر يبقى التنظيم مظبوط. فاستغلوا ازاي الاهلي؟ السولية بيميل يعمل هنا، فاكرين الجملة اللي كنت بقولها واحنا عيال صغيرة بنلعب الكورة في الحيطة عشان ناخدها من ناحية تانية؟ نفس الفكرة. هنا قفشة سند على السولية 1-2، ضربت الراجل ده، كل سنة وانت طيب. في النهايه قدرت تطلع السوليه هنا في ظهر وسط ملعب فريق نهضة بركان. انت كده لغيت 4 وادي 4 قبلهم كنا بنتكلم عنهم في الحلقه اللي فاتت، لغيت 8 لعيبه مجرد كره اتلعبت لقفشه على الناحيه اليمين، دبل باص مع السوليه وديت السوليه هنا. بص السوليه وضعيه جسمه بتعمل ايه، عايز يلعب اللونج بول او الكره العكسيه في المساحه هناك على حسين الشحات. ليه؟ عشان نهضة بركان ما بيضغطش، الثنائي بتوع وسط الملعب ما بيعملوش عمق دفاعي وما بيتحركوش صح مع بعض وما بيوزعوش المهام، يا اما بيتحركوا طولي هما الاثنين، يا اما بيجروا هما الاثنين في منطقه الكوره، يا اما كل واحد بيبقى في حته لوحده. تاني نقطه المساحه العكسيه، لان كله بيرحل في منطقه الكوره وما بيضغطوش كويس. اتحولت الكوره لحسين الشحات على الطرف الثاني، ده يسوفو دايو قلب الدفاع بدا يميل على حسين الشحات، فاتخلقت مساحه فين؟ في عمق الملعب بين قلبين الدفاع. مين ده اللي بدا الهجمه؟ عمرو السليه. دخل هو هنا كمهاجم 9 عشان يعمل عمق هجومي في عمق الملعب. الشحات بس لو كان عنده سرعه شويه ومررها سواء من ورا يسوفو دايا او حتى لتحت الشريف اللي جاي كانت ممكن يبقى فيها خطوره، لكن الشحات ضبطها شويه. مع الوقت بدا مدير الفني لفريق نهضة بركان يوسطن يعملوا ادوار دفاعيه. طيب كان رد فعل موسيماني ايه؟ ده مين؟ طاهر محمد طاهر. بيعمل ايه هنا داخل لعمق الملعب؟ ده الوينج بالمناسبه، بدا ينزل يعمل واجب دفاعي تحت عشان يقفل المساحات العكسيه قدر الامكان. قفشه سحب الوينج لجوه، طاهر سحب النمساوي اللي هو الباك لجوه. ليه؟ عشان تتخلق مساحه عكسيه برضو لايمن اشرف ينطلق هنا في المساحه يستلم بمنتهى الاريحيه، يتصرف صح يتصرف غلط دي تصرفات لاعب. هو موسيماني بيهيئ لك المساحه او الامكانيه انك تقدر تلاقي الكره في المساحه، تعمل انت ايه بعد كده بقى ده شغلك انت. الشوط الثاني بدا موسيماني يغير شويه من الفكره، مش بس هعتمد على المساحات العكسيه، لا ده انا هعتمد على عمق الملعب في البوكت، سحب بين الخطوط عشان اقدر اضغط فريق نهضة بركان وقدر منها يسجل. ازاي؟ دي تحول هجومي طبيعي جدا للاهلي. مين ايه اللي بيحصل؟ رباعي دفاعي هنا، النمساوي داخل لجوه زياده، المفروض ان هو يبقى بره شويه. هنا قلبين وسط الملعب، قلبين وسط الملعب فين؟ مرحلين في منطقه الكوره. فده معناه ايه؟ ان المساحه دي كلها بدات تفضى. طيب قفشه تحت، السوليه تحت، مين هنا يستلم؟ مين هنا ممكن يخش في عمق الملعب؟ شايفين مين ده؟
طاهر محمد طاهر مركزه فين هنا في الملعب؟ وينج شمال طبيعي جدا، فاتح الملعب الناحيه الثانيه، تمام. مين ده طاهر محمد طاهر اللي كان وينج شمال هنا؟ بدا يعمل ايه؟ بدا يخش لعمق الملعب شويه عشان يبدا يستغل ان ثنائي وسط ملعب فريق نهضه بركان اهو بيتلهم الاثنين بيتحركوا بشكل طولي زي بالظبط الكوره بتاعه قطن كاميروني، الاثنين بيسيبوا عمق الملعب ويروح يضغطوا على الطرف، الاثنين بيتحركوا حتى بشكل طولي مش بشكل عرضي، ما بيعملوش عمق دفاعي لبعض اصلا، فبالتالي كل المساحه دي عندك فرصه، عندك ان انت تقدر تعمل انت عايزه فيها. طاهر محمد طاهر بدا يخش يعمل ضغط هنا، حسين الشحات هنا دخل سحب الباك ودخل لعمق الملعب برضه. ليه؟ عندك دلوقتي امكانيتين، امكانيه انك تهاجم هنا من عمق الملعب بين الخطوط، مساحه كبيره جدا فاضيه ليك، لما انت دخلت هنا بالباك اديت فرصه لقفشه انه يهرب على الطرف، فبقى عندك اكتر من حل. قفشه هنا ممكن يعمل الباك باص لحسين الشحات اللي جايب وشه في البوكت، او ممكن هو اللي يخش ويعمل عرضيه لشريف اللي عامل عمق هجومي. حلول كتيره بقت عندك بسبب ثغرات فريق نهضه بركان اللي انت عارف تستغلها. كره الجول نفس الفكره، تجميع برضو لعب هنا في الناحيه الشمال، بدا يحصل ايه؟ ادي رباعي الدفاع، ادي ثنائي وسط الملعب، المساحه هنا في ظهرهم فاضيه، فايه اللي حصل؟ حسين الشحات من وينج يمين بقى لاعب 10 دخل هو لعمق الملعب عشان يستلم الكوره، استلم الكوره لف هيئة لمحمد شريف بمنتهى السهولة لأن البوكت فاضي. هنا بتوضح برضو الحالة، حسين الشحات استلم في البوكت، محمد هاني فاتح الملعب عامل استريتش عشان الراجل ده ما يضيقش، لا الراجل ده يفضل انا هعمل ايه، انا هضغط على محمد هاني ولا هقفل على حسين الشحات وعلى الباص من هنا؟ وشريف برضو مدي الامان للمدافع، ما هو شريف لو هو هنا الراجل ده دخل من بدري، انما شريف قدرته هنا على انه يختار التايمنج اللي يتحرك فيه بالظبط في المنطقه دي، مش يسبق مش يدخل يدخل بدري فيقري المدافعين الفكره نفسها عامله ازاي، لا هو استنى حسين الشحات مجرد ما تقل وقرر هيلعبها له هنا قطع على طول قدام المدافع، فبقى عنده فرصه ومساحه بين الاثنين دول عشان يقدر يستلم ياخد الكره تحت رجله ويلف سجل جول من اروع الاهداف اللي ممكن تشوفها في الفتره الاخيره دي. تاني نفس الفكره، بنحاول نوريكم اكتر من مره ازاي موسيماني بيفكر، ازاي بدا يشتغل مش بس في ال 30 متر ده، كمان من تحت ببدا ازاي استغل عيوب فريق نهضه بركان لما بيعملوا الضغط العالي، لما بيعملوا الضغط العالي رباعي وادي ثنائي وسط الملعب. مين ده؟ ده طاهر محمد طاهر اللي هو المفروض وينج شمال، سايب مكانه هنا كوينج شمال ليه؟ عشان علي معلول يديك الاريحيه دي، فانت كده كده لازم تسيب له مساحته، هو بيجبرك انك تخش جوه عشان هو يقدر ينطلق، يا اما لو انت اللي هتبقى ماسك الخط هو هيخش هو لجوه. هو دي ذكاء وقيمه علي معلول، عشان كده الاهلي كان بيعاني في فتره غياب علي معلول انه ما عندوش الباك اللي يقدر يحرر الوينج بتاعه ويقدر يعمل معاه جبهه قويه هجوميه. ده طاهر بدا يخش في عمق الملعب، طبعا ما حدش عامل حسابه، بدا يشتغل هنا، بص توجهه هنا انه يخش في المساحه دي في ظهر لاعب وسط الملعب. بنكمل الحاله، فعلا سرق المساحه في ظهر الراجل ده، اتلعبت له كره طويله تحول مباشر على رباعي دفاع فريق نهضة بركان، فكرة ورا فكرة ورا فكرة كلها بتستهدف منطقة واحدة البوكت. دفاعيا احد الميزات لبيتسو موسيماني اللي بيضيفها للاهلي هي انه بيخلي كل اللعيبة بتتحرك بمنتهى الاريحية، حتى لو اللاعب ده هو المدافع اللي هيسيب مساحته ومكانه عشان يقدر يطلع يضغط لانه عارف كويس قوي ان مساحته هتبقى متامنه. ده بدر بانون طلع هنا مع محسن ياجور، بص المهاجم التاني فين؟ مع ياسر ابراهيم، تمام. بص ياسر ابراهيم فين؟ بص ايمن اشرف فين؟ وبص اليو ديانج فين؟ وده بدر بانون ساب مساحته هنا عشان يطلع مع محسن ياجور عشان ما يستلمش في وسط الملعب ويلاقي مساحه لنفسه يقدر يطلع بيها الفرقه ويشتغل كويس. هنا بتكمل الحاله، بدر بانون اوت اوف جيم، هنا اليو ديانج مكمل وهدفه انه يخش في المساحه دي، هنا ياسر ابراهيم ساب مساحته المفروض اللي هو ايمن اشرف واقف فيها دلوقتي وبدا يروح يضغط على الراجل ده. ليه؟ لان تعليمات موسيماني كده، مهما كنت هتطلع مساحتك مش هينفع تفضى. بدر بانون لما طلع كقلب دفاع يمين رحل مكانه ياسر ابراهيم بقى قلب دفاع يمين، ورحل هنا ايمن اشرف بقى قلب دفاع شمال، ومقرب هنا اليو ديانج عشان يقفل ويعمل كثافه دفاعيه، فبالتالي الهجمه اللي ممكن تبدو لك يا خبر ابيض ده بدر بانون اتضرب، ده كده في كارثه، لا خالص مفيش الكلام ده خالص. طول ما لعيبه الاهلي حافظين تعليمات موسيماني تاكد ان انت في امان. نفس الكلام برده حتى في الشوط الثاني، مع اختلاف بقى اللاعب او المسمى او المركز بتاعه، هنا محمد هاني الكره اتضربت او اتلعبت في ظهره، حصل ايه؟ بدر بانون رحل كباك يمين، اليو ديانج راجع عشان يقفل المساحه بتاعت بدر بانون، هنا بيقرب رامي ربيعه عشان يقفل ويخش هو في مساحه بدر بانون، فتلاقي انضباط تكتيكي كبير، فبالتالي ما قدرش فريق نهضة بركان انه يخلق عليك فرص يمكن في كره عرضيه وكره ثابته بس. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، وما تنسوش تعملوا لايك سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل الجديد.